أهلا بكم من جديد. موضوعنا الأخير حقيقة عن حادثة يعني غريبة وتداعياتها كذلك الأخرى المرتبطة بها كانت حديث الرأي العام خلال الأيام الماضية، حيث نجت الطفلة شوق العنزي التي لا يتجاوز عمرها عاما ونصف العام من الموت عقب أن سدد لها شقيقة طعنة في الصدر والرقبة محاولا ذبحها تقليدا لعامل المسلخ، شاهده قبل ساعات من الحادثة يمارس عملية ذبح الذبائح في حي نسيم بالرياض. والد الطفلة قال إن الحادثة مؤسفة للغاية، وما يؤلم كذلك هو رفض المستشفى الأهلي المجاور للمنزل علاج الطفلة على الرغم من استمرار النزيف بحجة أن التأمين لا يشمل إسعاف الجروح. وما أكثر حقيقة يعني مشاكل المستشفيات الخاصة في مثل هذه الحالات الحرجة لمو بوقت تسألوا عن التأمين. عموماً حول هذا الموضوع يسرني أن يكون معي هنا في الاستوديو ليتوقع هو الوحيد اللي يقدر يروي لنا القصة بتفاصيلها، ما حدث لطفلته كذلك ما حدث من تعامل المستشفى معه، وهو والد الطفلة نايف العنزي. نايف حياك الله معنا في برنامج. الله يحييك. يا هلا ويا هلا بك. الله ويا هلا بكم جميعا إن شاء الله. حياك الله نايف. خليني أتكلم معك في البداية حول تصرف ابنك الصغير. انت تاخذ معك دائما للمسلخ ويشوف ما يعني كيف الذبايح تذبح وهو صغير ولا اولا اخوي علي؟ أنا طبعا قبل كل شيء بقول الحمد لله على سلامه. الله يسلمك. يعني الحمد لله على سلامه البنت، والحمد لله هذا قضاء يعني وقدر. اللهم لك الحمد، ربي عافاها وانجاها يعني الحقيقه من هذا الموضوع. الله يخليها لك رب العالمين، يخليك ولدك. الله يسلمك. اولا احب اشكر قناه روتانا على استضافتي هنا والبحث في الموضوع هذا، واشكر الرجل الشامخ الذي يقف خلف هذه القناة سمو سيدي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، وهو الرجل الداعم الأول للإعلام وأعمال الخير، وجزاه الله خيرا على هذه القناة التي تبحث أمور المجتمع ومشاكلهم، وشيء يشكر عليه سمو الأمير. وبناسبة سلامة الطفلة شوق ابنتي وفرحا بسلامتها، أقدم للأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز هدية متواضعة بسيطة لسموه على سلامة ابنتي، وعارف أن الموضوع يهمه وهي ابنته قبل أن تكون بنتي وبنت الجميع أسرة آل سعود. جميل. إيه نعم. فيستاهل سمو الأمير الوليد بن طلال تقديم الهدية، وأنت شخصيا يا أستاذ علي اللي بتسلمها يعني نيابة عني. أنا خالد. أنا وعلي ربنا لك. أنا خالد. خالد. بتسلمها أنت شخصيا نيابة عني للأمير. طيب إن شاء الله بدنا نقوم به الموضوع ويعطيك العافية على البادرة. وسمو الأمير يعني الوليد بن طلال الحديث عنه وعن حقيقة دعمه لمجالات الخير، أتوقع الشواهد والأرقام الحقيقة والمواقف هي ما تتحدث عن هذا الموضوع. خلينا نتكلم عن نقطة نعود. طبعا احنا بس نقول حتى الأمير متعب صاحب سمو الملك الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني تفاعل كذلك مع قضيتك. هذا الرجل الأول تفاعل مع قضيتك وخاصة وأمر نعم. كذلك ضرب بفتح هذا ما ينسى فضله بعد الله سبحانه وتعالى. ما ينسى فضله. يعني المستشفى مدينة الملك عبد العزيز الطبية الحرس الوطني أنا مسميها الأمة الحاضنة. الأمة الحاضنة تضم جميع أقطار العالم، جميع أقطار العالم تضمه، ومعالج في قسم مختص في جراحة القلب والأمراض المستعصية وفصل التوائم، فهذا يعني المدينة الطبية يعني عالمية يعني. جميل. ويشكر الأمير متعب على جهوده. طيب. الجبارة فيها. نرجع لمحور القضية. سم. أبيك تجاوبني. أنت سم. تروح للمسلخ الله يعطيك العافية تأخذ معك ولدك الصغير دائما ولا لا؟ والله شوف يعني انا رحت وانا صغير وغيري ياخذ عياله وهم صغار، ولكن انا اخذت على حسن نيه. يعني ما اخذت يعني اللي ابغاه يتعلم، بالعكس احنا شفنا الحادثه هذه نروح مع والدينا ونشوف يعني حتى بالاضحيه نجلس ونشوف يعني دم الاضحيه وكلنا نجتمع، بالعكس نجيب عيالنا عند لما نذبح الاضحيه يشوفون دم الاضحيه شيء طبيعي يعني. بس هذه يعني الاول من نوعها، ما قد سمعنا بالموضوع هذا. ما قد سمعنا بالموضوع ذا. إيش صار مع الطفل اللحظة هذه أنا ما أعلم. كم مرة أخذت معك المسلخ؟ يعني تقريبا مرتين إلى ثلاث مرات. مرتين ثلاث مرات. كم عمره تقريبا؟ ثلاث سنوات ونص. ثلاث سنوات ونص تأخذ معك المسلخ. يعني كلها متقاربة. لا بس عفواً يعني. هو ثلاث سنوات ونص تأخذ معك المسلخ. شوف أتكلم معك مصداقية وشفافية. أكيد أنا ما بيكله شفاف وحتى تروي لي كل التفاصيل. سم. يعني طفل صغير ثلاث سنوات ونص تأخذ معك المسلخ مو مرة ولا مرتين ثلاث. طيب الطفل تعرف العاطفية لما ابنك يبكي أكيد إنك تعطف عليه وتلبي له طلبه. ما أروح أخذه معي وكيف؟ فأخذته معي.
على حسن النية ذهب معي، حتى لما دخلنا المسلخ معانا الذبيحة ودخلت في المحيط اللي يذبحون فيه الذبائح، جلس على الباب يناظر، جلس على الباب يناظر. أخذت معي بابا تعال أديك البقالة، في جنب البقالة، قال لا أبي أشوف الذبيحة. طيب ما أدري إيش صار في اللحظة هذه صراحة. علمني القصة وش صار، شلون لحقت هو الحمد لله على الشوق. الحمد لله يعني لما رجعنا للبيت قبل ما يصير شيء، لما رجعنا للبيت يعني صراحة يجلس هو واخته يلعبون، يعني روتيني بالبيت انه يلعب مع اخته شيء طبيعي. ما ادري كيف جاب السكين ومسك اخته. كنتوا موجودين انتم حولهم ولا يعني ولا مشغولين؟ انا توني طالع من البيت لما جيت. وامهم وين كانت؟ أمهم كانت في البيت مشغوله. عرفت؟ فيعني جاء فجاه كذا، جت احد اخواتي والخادم قالوا الفيصل ضرب شوك. فانا لما جو شافوا الدم يسيل كذا صدمني، يعني الجرح أليم، جرح أليم. يعني أنا لما ببلغوني صراحة قلت الله يعين، يعني وش صار فيها في حالتها. عفوا بس عشان أتخيل الموقف وأتخيل مشهد، هو كان ساعد حقته بيذكيها مثل ما قاعد نشوف المسلخ. نعم يعني حتى الإصابة من هنا إلى هنا، إصابة من هنا إلى هنا. فلما أسعفناها للمستشفى المجاور القريب من عندنا، القريب يعني أقول لك دقيقتين وأنت فيه، دقيقتين وانت فيه، واقل بعد من دقيقتين وانت تكون موجود فيه، المفروض هو اللي يسعفها دائما. وباللحظه هذه يقول لك والله التامين ما يغطي، لازم تقص فاتوره وتعطيني الحساب. انت عندك تامين طبعا؟ انا عندي تامين خاص. نعم طيب. انا عندي تامين طبي. يرفض، يعني دائما يرفض. مره سكر الباب على يدها ورفض. بنت جايه يعني قاعد تنزف، ما استقبلها. انا مستشفى خاص، عندي الماده. هل عندك اثبات انه فعلا المستشفى؟ نعم. رفض الخاص. نعم. رفض استقبال الحاله، رغم انه في توجيه كان واضح من وزاره الصحه أكيد. للمستشفيات الخاصه يا اخي خالد كل الحالات الطارئه. الملك عبد الله، الملك عبد الله دعم الصحه من شان ابناء الوطن والمواطن، يعني نذر حياته للوطن. الملك عبد الله يعني كم سنه قاعد يتكلم الملك عبد الله، ما حد يستوعب كلامه. طيب خليني انا بس اساس انه اتوقع انه يعني الحاله اللي صارت احنا بنجسدها حتى من ناحيه نفسيه وناحيه اجتماعيه، واتوقع انه مهم حتى نعطي رساله بعد، مش يعني الحمد لله ربي يسلم شوق الله يحفظ خلالك، رساله حتى لكل الاباء والامهات اللي يتابعونا، يعني كيف انه احيانا بعض المواقف اللي قدام اطفالهم قد تؤثر عليهم سلوكيا. معنا الاستشاري النفسي جمال، الدكتور جمال الطويرقي. دكتور حياك الله معنا. يعني سؤالي، هل اخطا الاب عندما استصحب ابنه؟ طبعا او جاوب علمنا الحقيقه انه مو مره ولا مرتين، بل ثلاث مرات اخذ مع ابنه ابو ثلاث سنوات ونص للمسلخ. يعني ابغى مدى تاثير الاطفال او تاثرهم بمثل هالمشاهد، واللي خلى ولده الصغير ابو ثلاث سنوات ونص بغى يذكي اخته ام سنه ونص. طيب هذا احنا السؤال جميل. اول شيء الطفل دون السابعه من السن ما يعرف ولا يفقه الفرق بين الموت وبين الحياه. وهذا شيء موثق ومعروف علميا، تمام. وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم انه في 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 انه الطفل مر ابناكم بالصوت بالسبع وضربوهم عليها لعشر، تمام. فحتى استيعابه للاشياء معينه ما يستوعبها الطفل. فانت تاخذ طفل عمره 3 سنين الى 4 سنين توريه ذبيحه، يتصور انه هذا الذبيحه بكره حترجع، حتمشي، حتتكلم، حترجع طبيعيه. ما عنده الادراك انه ما ذبح او قتل او مات لا يعود. فبالتالي هو تصور انه حتى مع اخته هو بيلعب معاها، يحسب انه هذه لعبه، ما هي شيء انه هو مخيف او شيء مرعب او شيء يعني لا نهايه له. لا، هو يتوقع انه هذا زي ما اخوه ابوه وداه، كان يوديه الى محل لعب او تسليه، هو بيسوي نفس الشيء مع اخته. واذا وافق والده على انه رجل يذبح ذبيحه، فبالتالي انه والده ما عنده مانع انه هو يسويها مع اخوانه ومع اخواته، اللي ما صار منه. طيب عمق التأثير النفسي، يعني لما شاف الطفل أبو ثلاث يعني اللي عمره 3 سنوات ونصف أخته بعد ما سوى، يعني كان يعني ينهي حياته من خلال تقليد المشهد اللي شافه في المسلخ، أكيد شاف ردة فعلها له يعني قدامه، وشاف الدم يسيل يعني من أخته ورد الأفعال. نعم. تتوقع أنه حتى هالأمر ردة فعله تأثر حتى عليه نفسيا على الطفل؟ طبعا هو الطفل بعد فتره، يعني هو الان ما حيدرك ايش اللي سواه من قضيه او شيء، لكن حيعنف
حتكون ردة الفعل من الأسرة تجاه الطفل تكون من النوع اللي هو الحذر تجاه الطفل إن هم يعيدوا، وتعرف كمجتمع تعيد القصص على الطفل هذا إما بتندر وإما إن هو يذكره في طفولته أو في كبره إن أنت يا أخي تذكر سويت أختك، أخته حتقول له يا أخي أنت سويت فيه وأنا صغيرة. تمام، هذه كلها حتصير لها ترسبات فيما بعد يمكن تؤدي للطفل إن هو نوع من الاكتئاب. تمام، ردات الفعل إن هو إنسان سيء، إن هو مر بظروف، ويبدأ يلوم نفسه في أشياء معينة، ويبدأ يصير عنده نوع خوف ورهبة حتى إنه يمكن يتوقف عن أكل اللحوم خاصة الذبيحة اللي هو ذبحها ذا أمامه، إنه يمكن يتوقف عن أكلها في المستقبل. طيب أخيراً يمكن حتى يعزف عن الذبح أو الذبيحة أو إنه يتناول اللحوم. طيب أخيراً أبغى بس رسالة أخوي جمال للآباء والأمهات، شلون يتعاملون مع أبنائهم وبناتهم الصغار اللي قلت أقل من 7 سنوات ترى ما يدركون الصح من الغلط، يمكن يقلدونكم بأي شيء؟ نعم، هو طبعا هذا معروف نسميه احنا كوبي كات سيندروم. يعني في طفل كان في امريكا بس اجازه انه كان يشوف سوبرمان، في يوم من الايام لبس حط هالمنشفه على ظهره ونقز طب من الدور الرابع ومات وحس انه بيصير سوبرمان. فانا اقول لاولياء الامور رأفة ويعني تأنيا ورحمة بابنائكم دون 7 سنين، اما انك تبي تجيب طفلك وتودي المطبخ عشان الرجال ما حيصير رجال مسكين، هذا بتسوي له عقد الدنيا. تمام، اما انه انا تعودت، فإذا كان في الماضي تعودت على أشياء ما كنت أعرف كم عمرك أنت تعودت، إذا أنت تتذكر فهذا نتكلم فوق 7 سنين، ما دون 7 سنين ما حتتذكر شيء. الشيء الثاني إنه كل إنسان يعامل أبنائه به، يعني أحيانا كثيرة إحنا نسيء لأبنائنا نتصور إن إحنا نحسن إليهم. صحيح. يعني ما هو بس إنه واحد يأخذ ابنه المسلخ أو بنته المسلخ، في ناس يحط بنته أو ابنه وهو يسوق السيارة أمامه لو انفجر الإيرباكس مات، لكن هو بيسويه لأنه ابنه أزعجه أو بنته أزعجته أو إنه والله يبر في ابنه ويلعب مع ابنه. فيجب ان احنا نكون مسؤولين، يجب ان احنا نتحمل المسؤوليه. مو معناته ان ابن صاح وبكي ان هو انت اب، انت المسؤول، انت اللي تربي، مش الابن اللي يربيك. انت اللي تربي ابنك، اذا انقلبنا الطاوله وصار الابن هو يربيك فدعه ويعمل ما ويصنع ما يصنع، لكن انت الاب، انت المسؤول. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لكم رايكم لكم مسمع رايته. طيب شكرا، انت الان تربي ابنك هذا. نعم صح، بس في النهايه اذا واحد صاح يبغى يشرب سم تشربه سم؟ حسير. جميل، أنا هذه أتوقع الحقيقة رسالة لكل الآباء والأمهات، انتبهوا لأبنائكم اللي دون 7 سنوات ترى ما يدركون، وبالتالي يعني بعض المواقف اللي قدامهم قد يحاكونها ويقلدونها ويسوونها. شكرا لك الأستاذ والدكتور الاستشاري النفسي جمال الطويرقي على المداخلة. أرجع لك يعني في تعليقك طبعا هالنقطة أنا أتوقع جدا مهم، أنت كويس أنك قررت بخطأك يعني ابتداء في هالموضوع، لكن خليني أرجع لقضيتك المرتبطة بالمستشفى الخاص. هل اشتكيت لوزارة الصحة؟ أنا ورحت قلت لهم وش صار معاك بالتحديد من هالمستشفى الخاص؟ أنا كلمت وزارة الصحة على الهاتف تبعهم 937 تبع شكاوى وزارة الصحة، فبلغت الموظف كان متجاوب معي. بلغت المشكلة قال غريب كيف الوضع، قلت والله هذا اللي صار. أنا حكيت له القصة كلها، قلت هذا اللي صار، يعني المستشفى أنا قبل بلغتكم واشتكيت عليكم، قلت لكم المستشفى موضوع 1 2 3 لازم توصل وزير الصحة وبلغتهم، قال لا الآن أنا أفتح لك شكوى جديدة بخصوص الموضوع ذا. بلغت الموضوع، فتح لي الشكوى، جتني رسالة بالجوال هذا رقم الشكوى وزارة الصحة وقد تم فتح البلاغ. بعد من 3 ساعات إلى 5 ساعات جتني رسالة بالجوال تم إقفال الشكوى. كيف أقفلت الشكوى؟ أنا أبغى أسأل كيف أقفلت الشكوى؟ لا تحققوا مني ولا تحققوا من المستشفى ولا أحد تكلم، كيف تقفل الشكوى؟ بس خليني لما انت كلمتهم نايف الرقم حق الشكاوى اللي رد عليك اخذ منك معلومات كامله؟ نعم اخذها كامله، طلب منك مثلا اخذ طلب من الهويه والاسم والسكن واسم المستشفى وبلغته. بلغته حتى بالمكان بالشارع اللي هو فيه الحي اللي هو فيه المستشفى. وقال خلاص هذا بلاغك موجود ان شاء الله بنعرضه. والى الان يعني انا كلمتهم امس قلت وش الموضوع، كيف اقفلت الشكوى؟ انا ابغى شرح مفصل كيف اقفلت الشكوى. قال لي والله ما ادري بس جتك شكوى رقم ثاني انت اقفلتها. قلت كيف اقفلتها؟ انا ما اقفلتها، كيف تحطون رقم شكوى ثاني وترسلوا لي رقم شكوى؟ من فتح الشكوى الثانيه؟ ما عندي اجابه. لقيت عليهم بعد ما اقفلت انت وقلت هالكلام؟ بلغتهم. بلغتهم تقريبا الساعه 12:30 ثاني يوم بلغتهم. كيف الكلام هذا؟ انا قدمت شكوى، المفروض تتجاوبون معي حالة إنسانية، أنا ما أكلمك يعني أتبلغ حالة إنسانية يا أخي، تعاون معي. أنا أناشد الآن وزير الصحة يتابع الموضوع،
يعني الآن وزارة الصحة لها تقريبا 5 أيام من تلقى البلاغ، إلى الآن ما أحد تكلم بالموضوع. توقع اليوم السيد خالد الصباح يتصلون علي الوزارة من تلفون فاكس، حاولت أتواصل معهم ما قدرت أتواصل معهم. شو عرفت رقم الوزارة؟ موجود، أنا طلعت في برنامج النمبر بوك. يعني عرفت أنه رقم الوزارة. إيه طلعت. طيب. حاولت أتواصل معهم 2-3 مرات يطلع لي رنة فاكس، ما استفدت شيء، يعني كيف تكلمني؟ بكرة بيقولون والله معليش إحنا كلمناك أنت ما رديت. أنت قاعد تكلمني من رقم فاكس، يعني الوزارة الصحة في المملكة ما عندهم تلفون ثابت، ما عندهم خدمة جودة مكالمات. لما أكلم والله جاني اتصال من عندك، يعرفون الشخص اللي كلمك، والله كلمك فلان، خلاص حولني عليه انتهى الموضوع. أما كذا تخليني محير أكلم 937 استفسر يقول الله ما صار شيء، معروضة على الشؤون الصحية. وزير طيب. الصحة وش دوره اللحظة هذه؟ طيب احنا هذه صوتك وصل وأعطيناك المساحة حقيقة لتتحدث الموضوع، وأعدك الحمد لله على سلامة شوق، الله يطول بعمرها ويخليها لك ويحفظها. وبعدين أشكر الأمير متعب على جهوده في مستشفى الحرس الوطني صراحة، يعني مدينة الملك عبد العزيز الطبية شيء لا يفوق فيها. جميل. صراحة سووا شيء يعني إن شاء الله ما يصدقها العقل، ولا أتمنى بإذن الله. وأشكر الدكتور المحرج سعد المحرج على وقوفه واتصاله المباشر معي، وأشكر الأمير متعب على وقوفه ومناشدته. شكرا. وبإذن الله بنزوره إن شاء الله الكل، إن شاء الله بإذن الله في هذا البلد إن شاء الله ينعم بهذه الرعاية إن شاء الله. وبالنسبة للطفلة شوق بإذن الله بتوجه للأمير متعب بعد وصوله للسعودية إن شاء الله ونسلم عليه، لأنه هو برا السعودية شال همها. شكرا شكرا لك نايف، وقتنا انتهى، وقتنا انتهى، والحمد لله من جديد على سلامة ابنتك، والله يحفظ بناتنا وكيه وعيالنا، وانتبهوا لأطفالكم الصغار من مثل المواقف. شكرا لكم مشاهدين لمتابعتكم، لمن خصص لنا شيء من وقته ولو كان قليلا لمتابعتنا في هذه الحلقة. ألقاكم إن شاء الله يوم السبت القادم في حلقة أخرى. إلى اللقاء.